مذيع شارع احمد رفعت اعتقد طبعا صديق رأفت. احمد رأفت. رأفت. انا اسف ده اخويا احمد رأفت طبعا. احمد مساء الخير وكل سنه وانت طيب. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ازيك؟ معلش انت عارف احنا كنا لسه بنتكلم على رفعت وبنتمنى له الشفاء، فطبعا الاسم معايا. مساء الخير كل سنه وانت طيب يا احمد. يا رب يا رب يا رب يطمنا عليه، وكل سنه وانتم طيبين. انا وانت وانت واحمد وعلي وايثيا، ومبسوط ان بالحلقه دي شكلها حلو وجمال وكلهم طالعين جمال فيها ان شاء الله. يعني ربنا يخليك يا رأفت. والله يعني رأفت ده من الناس الجميله اللي اعرفها واللي اشتغلنا مع بعض كتير، ومن الناس المحترمه يعني. حبيبي علي، علي انت اخويا فاشتغلنا مع بعض يا عم. اللي انت رمضان كريم يا صاحبي. ازيك يا صاحبي؟ عامله ايه؟ طب انا بقول لها لا يمكن تبقي مش مصريه، انت مصريه اكتر مني. انا ما اطلعش اقول يا صاحبي. لا بجد جميله وروحها حلوه قوي بجد ليسيا يعني، وده يمكن يا احمد السبب اللي خلى الناس تحبها. وانت انا عارفه ان انتوا كمان صحاب جدا. ايه رايك اصلا في ليسيا ان جنرال يعني، وفكره كمان كمان يعني الكابل ده رايك فيه ايه؟ برضو كنت متوقع ان هي ممكن ترتبط في الاخر بمصري بصراحه. لا ما هو المشكله ان اصلا يعني انا عرفت طبعا ليسيا من عن طريق علي. الاثنين بصراحه شبه بعض جدا في الطيبه في الجدعنه. ليسيا دمها خفيف قوي زي علي، الاثنين بصراحه دمهم خفيف جدا. يعني والاثنين بقى ايه صاحب صاحبه قوي يعني. انا طبعا يمكن سافرنا كتير جدا ورا الاهلي. يعني عايز اقول ان بصراحه يعني لا هم خلاص يعني في كده سفريه معتمده كل شهرين ولا كل شهر. يلا يا رفعت اروح ورا الاهلي في الحته الفلانيه، يلا يا جماعه نروح ورا الاهلي في الحته الفلانيه. هم بصراحه يعني بقى خلاص هم جايين اهلي، ويعني خلونا احنا ما نروحش الاستاد وهم يروحوا الاستاد. يا رب يخلفوا لنا لاعب كويس كده بقى، يبقى فيرود الاهلي القادم، حارس مرمى الاهلي القادم. يا رب. ما اظنش يعني، لا علي ما بيعرفش يلعب كوره، فلا مش هيجيب. بس انا اصلا كنت فاكر ان رأفت هيبقى زي الكاميرا الخفيه ويخش يقطم فينا ويخش فينا شمال، بس الحمد لله قال كلام حلو. لا 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 ده تستحق والله، تستحق اكتر والله. ويعني ربنا يوفقكم بعض يا رب وتمسكوا على خير ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل. وانا مبسوط بالمداخله دي جدا جدا. انا بس عايز اسالك حاجه يا احمد، ايه اكتر موقف ما تنساهوش لعلي واليسيا مع بعض؟ يعني ايه الحاجه اللي لما اسالك، ايه الحاجه اللي مش ممكن تنساها، او الموقف اللي دايما يبقى حاضر كل ما تشوفهم او تقابلهم؟ انا عايزك تحكيه لنا دلوقتي على الهواء. احكي يا عم رأفت. والله كان في حاجه كده تحت عنوان اكسبيرينس. فانا وعلي وايلي كنا مسافرين بلد وعلي كل شويه ركبنا عربيه، فاقول له علي احنا رايحين فين؟ يقول لي اكسبيرينس. كل ما نروح في حته اقول اكسبيرينس. فاحنا مثلا ايه، فمره واحده لقيت ان احنا راكبين عربيه ومشيت وسط الصحراء والدنيا ضلمه خالص وسط الجبال، وبقى يطلع بقى علينا اسود ونمور. فقلت له احنا رايحين فين؟ فراح موطينا كده وادي، والوادي ده فيه اماكن كده فيها بابل وبتاع، وبتبص بقى جو جميل جدا يعني. وصلنا والحمد لله لقينا مكان على المفتاح فيه وبتاع، دخلنا فجايين نحجز. قال لا والله انا ما فيش حجز خالص. هو ايه اكسبيرينس فعلا؟ ايه الله اكبر عليك. بس فلا لا يعني ايه اللي بقى معاه ده معاه في اي حاجه؟ هو بصراحه يعني مرمطه السنتين دول اقسم بالله يعني، بصراحه بقى سنتين متمرمطه يعني. حتى تلاقي وشها دلوقتي يا عيني بقى خدت الطبقه بتاعت المعادي على ميكس. احمد عايزه برضو قبل ما نختم اسالك، لان اليسيا بتعمل محتوى عن مصر وعامل نجاح كبير قوي يعني، ناس كتير جدا بتتابع لان هي بتعرض او بتتكلم عن مصر وبتعرض حاجات جميله في مصر بطريقه لذيذه وبطريقه يعني خلينا نقول قريبه وبسيطه للناس، كل الناس بتتابعها يعني كل الليفلز، خلينا نقول قريبه جدا برضو من المحتوى بتاعك. خلينا نقول ان انت برضو محتوى بسيط وصل لناس كتيره جدا بالملايين، وكمان الوطن العربي بيتابع. اعتقد برضو المحتوى اللي بتقدمه اليسيا وصل للوطن العربي مش بس عندنا في الداخل، فبتشوف برضو النجاح ده ازاي قدرت ان هي توصل له، او سبب النجاح ده ايه؟ هل مثلا الكاركتر كشخصيه ان هي فعلا قريبه، عندها برضو مواصفات يمكن تكون الناس بتدور عليها الى حد ما عن الشكل التقليدي بتاع المذيعين؟ هو طبعا يعني هو في بني ادم القبول ده برضو بتاع ربنا صحيح،
ففي ناس سبحان الله يعني في ناس كتير اجانب جم حاولوا يمصروا حياتهم صح وللاسف ما نفعوش فيها. يمكن برضه اللي فات اليسا كتير جدا ان هو اليسا كتير جدا ان هو علي كان في حياتها الصراحه فحاول يمصر لها الدنيا بشكل بتاعنا احنا بتأمننا بطريقتنا. فالموضوع كان ميكس ما بين قبولها وما بين طريقتها طبعا بخلاف احنا بلدنا الحمد لله فضل الله يعني ربنا انعم علينا بنعم كتير جدا بالبساطه بقى وان احنا بلدنا يعني اي حد ينفع يتكيف فيها ويحس فيها بالامن والامان الحمد لله. فهي بصراحه كان سهل برضه عليها انها تعرف تعمل محتوى وتلاقي محتوى واحنا يعني دايما اقول مصر ماتيريال كتير جدا طبعا كل واحد عايز يعمل محتوى محترم او حتى محتوى تسويق لنفسه او للبلد نفسها. فطبعا هي عملت ده بشكل حلو جدا بشكل يريح بشكل الناس تقبلته وفي الاخر شفنا رد فعل الناس عليه طبعا بالاضافه ان وجود بقى النادي الاهلي في حياتها وفي حياه باباها ده طبعا اضافه كبيره جدا صحيح. جدا صحيح. يعني الباند دي يا احمد او الرابطه اللي حصلت او اللينك اللي حصل بين اليسيا وبين جماهير النادي الاهلي ما كانش سهل على الاطلاق يعني يمكن على منصات السوشيال ميديا انا مش معروف ايوه انا بدخل معاها الاستاد واحنا في ماتش الاهلي فحاسس ان انا لا 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 صحيح اليسيا يا عم طب وانا لا وبتليد المدرج انا شفت لها فيديوهات بتليد فيه وتحرك فيه المدرج ده في كلام كتير جدا هيتقال هرجع لاليسيا بس انا قبل ما اختم معاك احمد انا ابو علي بياكد عليك انت هتكون ضيف معانا قريب ان شاء الله بياكد عليك على الهوا اهو تدبيسه ان شاء الله تكون موجود معانا وتشرفت الشرف ليا وبحييكم وبحيي عاطف من هنا وطبعا عاطف دي كلمه سر ما حدش يعرفها غير علي وليسيا وابو علي لا ده اشوفكم على خير يا رب اشكرك يا احمد شكرا يا احمد كل سنه وانت طيب.